الله وبركاته. وتعالوا نشوف آخر الأخبار، أنه تم إغلاق قنوات العار رسميا، هذا خبر. وفي أخبار ثانية، مطلب شعبي من الجزائر بتدخل تبون ببقاء من أجل بقاء بالماضي، وصحفي يتكلم عن صحفيين، يكشف صحفيين تم معاقبتهم وطردهم. أتمنى من أخواني وأخواتي وتر لايك والاشتراك في القناة فضلا، ولا ننسى أن تجمعوا أبوني وأشكركم. 15 يوم هذه تقريبا راني نعمل بالتنسيق مع السيد وزير الاتصال. لماذا؟ لأنه راح ننظموا ملتقى وطني خاص بالإعلام الرياضي. فالشيء اللي قلت له، يعني قلت له هذا هو الرسمي من خلال تجربتنا وتغطيتنا للأحداث، هذا لأول مرة في تاريخ وزارة الاتصال تخرج وتعرف بروحها أكثر، والمشاهد والمناصر والرياضي والصحفي يعرف انه اننا احنا كصحفيين تابعين لوزاره الاتصال ماهوش لوزاره الشباب والرياضه. هذه على بالكم بها، وزاره الشباب والرياضه كمنافسه احنا نروح نغطيوها، تابعه لوزاره الشباب والاتحاديه ترابط الى، بينما الصحفي هو تابع لوزاره الاتصال. اذا السيد الوزير مشكور، لماذا؟ لانه خرج بخرجه ايجابيه اتجاه الصحافه الرياضيه خلال اللقاء اللي نظموا بملعب بمركب 5 جوية. الخرجة هو شاف انه فيه بعض الهفوات، ما نقولش انا التجاوزات وما نقولش الفوضى، ولكن بعض الهفوات من خلال تغطية حادث كأس افريقيا الاخير. الفروكونات يعني هفوات على مستوى البلاطو، حتى على مستوى القنوات خاصة، سواء كانت يعني فضائية والا الكترونية. هذا يعني كان لقاء صريح واضح مباشر. قال يا أخي يا إخواني، وخاصة أنه هو راه دكتور في الإعلام، أستاذ في الجامعة، يعني وملم بالمواضيع الرياضية، يعني يتبع مليح الرياضة. فوش كان اللقاء؟ خرجنا بنتيجة على أساس أنه مستقبلا راح نحافظوا على أخلاقية المهنة. أخلاقية المهنة وش هي نزيم؟ يعني ممكن نعطيك مدولة فيما يخص أخلاقية المهنة. أولا نبدأ بالمحافظة على بلادنا. كيفاش نحافظوا على بلادنا؟ نحافظوا على الأمن القومي. على بالك في التغطية الأخيرة هذه، علاش يعني الوزير خرج بالخرجة هذه؟ التغطية الأخيرة هذه، على بالك كاين بعض القنوات يعني كانوا البلدان الأخرى يستعملوا الفيديوهات هذيك ياخذوها ويديروا بها حصة. أعطينا لهم مادة، مادة اللي خدمتنا يعني كسرتنا احنا. لا انت قطع على روحك، ولكن ما كاين التزامات هنا مثلا في القوانين واضحة، خاصة اليوم في قانون عضوي اللي صدر في اوت 23، في قانون السمعي البصري اللي انتم داخلين في هذا القانون اللي هو صدر في ديسمبر، وكذلك الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية. فهنا يقول لك كاين مادة مثلا تقول لك تنص بعد يعد السر المهني، تنص يجب على الصحفي أن يسهر على الاحترام الكامل لآداب وأخلاقية المهنة خلال ممارسته للنشاط الصحفي. وش هي أخلاقية المهنة؟ الالتزام بالخط الافتتاحي، الالتزام بالخط المؤسساتي. المؤسساتي هاي مادة أخرى تكلم عليها، لازم أنت ما حتى ولو أنت صحفي رياضي تباني مليحة تصعبر، ولكن راك تمثل بلاد، راك تمثل دولة، وانت صحفي رياضي على بالك الدور تاعك انت اجتماعي اقتصادي سياسي دبلوماسي. هذه كلها راهي موجودة في كاميزة نازل، بالك تقول انت صحفي رياضي، لا راه هذا يلعب دور. هاي المادة تمنع الصحفي من الوصول الى الاخبار، وهذا واش اللي راه يأثر الخبر، مصدر الخبر. اتونسيون، الاخبار عندما يتعلق الخبر بسر الدفاع الوطني كما هو محدد في التشريع المعمول به، عندما يمس الخبر بامن الدوله والسياده الوطنيه، هذا الشيء اللي لاحظناه من خلال تدخلاتنا، نمسوا المساس بامن الدوله، سي كراف. وبالتالي انا نظن هذه خطوه من الوزير، فيه لقاء، فيه ملتقى وطني، اذا كنت تحب نكمل ولا اذا كنت تفضل. فيه ملتقى وطني، وراه مشكورين على كل عام، مشكور الوزير راه كلفني كمدير لهذا الملتقى، يعني نشرف على هذا الملتقى، راح يكون ان شاء الله في المستقبل القريب، قريب جدا، ما نعطيكش التاريخ، ولكن قريب جدا، بحضور حوالي 300 صحفي يجيو من مختلف كذلك الولايات. انت ما تنساش انه عندنا قنوات، عندنا يعني صحافه ورسميه على كل حال مستوى، يجيو ويحضروا 350 شخصيه رياضيه
فراح يكون لقاء وطني. هنا انا لما كلفت بالمهمه قلت لهم يا اخي يا جماعه، هذا اللقاء الوطني هل يشبه الملتقيات والندوات والمؤتمرات اللي متعودين نعملوها؟ سيمبوزيوم. كنت في سيمبوزيوم، تحب ما تطرح سؤال تجاوبك. سيمبوزيوم كيفاش يقالهم؟ يعملوا ابراهيم الملتقى، يشربوا ياكلوا يقصروا ويصفقوا وكذا الى اخره، ومن بعد يديروا كتاب مجلد هكذا كبير هكذا. هذا هما التوصيات يجيو هما بالنسبه لهم راح يطبقوا هذا المجلد. ابدا، خلاص هذيك الفتره. اليوم ممكن تطرح عليا سؤال تقول لي هو اليوم هكذا راح يدير ملتقى، ومن بعد ماشي راح يتصرف كيما اخرين. المخرجات هذا عندك صح، تعرف واش المخرجات؟ الملتقى هذا سي كلير رايحين نكونوا بيسير، تكون الافتتاح، تكون المحاضرة الأولى، المداخلة على الوزراء إلى آخره، ثم الورشات. الورشات هذه ما تدومش طويل، ما تدومش يعني وكأنه بدورة تكوينية، تشبه دورة تكوينية، تشبه يوم دراسة. لا 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 ماشي ريسيكلاج، تشبه يوم دراسة. الورشات هذوك كاين أربعة فقط، ما كثروش، أربعة يكونوا ناس محترمين، صحفيين، محللين إلى آخره. من هو صحفي؟ أنا واضح من هو الصحفي. أنا بالك ابتداء من اليوم التوظيف بالنسبة للصحفي لازم يكون جامعي ويتخرج من كلية الإعلام، ما كاش شهادة أخرى، جامعي متخرج من كلية الإعلام. اللي كانوا خدموا من قبل باختصاصات أخرى ما كاش مشكل، يبقاو يعملوا خمس سنوات يبقاو يعملوا. من هو الصحفي؟ من هو الناقد الصحفي؟ ناقد صحفي تجيب يعني يعمل في جريدة عنده تجربة ولكن يكون صحفي هكذا، اختصاص آخر ولكن صحفي. هذا اثنين. ثالثا، من هو المراسل الصحفي؟ انت على بالك باللي أغلبية المراسلين يخدم في بلدية، يخدم في إدارة، يخدم كذا، وراه مراسل صحفي رياضي، زيد له الاختصاص، زيد له اختصاص، زيد له اختصاص. هادو ثلاثة. رابعا، هيا درك نقول لإبراهيم، شكون هو إبراهيم؟ شكون هو المحلل التقني والفني؟ يعني الرياضي. انا على بالنا باللي اما يكون لاعب دولي ولا مدرب، هذو هما اللي يكون. ولكن شكون هو هذا المدرب اللي راه يجي ولا اللاعب وكذا؟ شفناهم يعني سيغراف، يعني شفنا اللي الله يبارك هذا اللاعب، ما راكش راح تدخل تقول له انت لازم تخرج من الجامعه، من مستحيل. كان هو يلعب الفوتبال، يعطي لك تجربته في الميدان، هو يعطي لك تجربته، ولكن على الاقل يكون مستوى يعني التواصل، مستوى لا كوميونيكاسيون، باش يكومينيك هنا في البلاطو بالتزام وانضباط واحترام كذلك هذاك الخط الافتتاحي تاع المؤسسه ولا تاعها. هذا هو الشيء اللي راح نفرضوه. كي تقول لي انت يا من بعد نخرجوا بهذا المحاور، شحال في المحاور هذو؟ صفحتين. اذا زدنا فتنا صفحتين تقول لي مراد ذاك